اليوم كتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق تنزيل البرنامج التصعيدي النضالي الذي سطره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في سياق تثبيت معركة النظام الأساسي. اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية كتجي عبير عن سخط وعدم رضا كتاب الضبط وموظفي الإدارة القضائية من التماطل الحكومي أو لنقل من التملص الحكومي فيما يخص توقيع الاتفاق على أساس أن وزارة العدل سطرت ووقعت اتفاق مع موظفي كتاب الضبط والإدارة القضائية بخصوص النظام الأساسي، إلا لأن نفاجئ اليوم بتملص حكومي من التزام بما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل. اليوم مبدأ التضامن الحكومي يطرح نفسه بقوة. ما فائدة التضامن الحكومي إن لم تتحمل الحكومة ما تم التوصل به من اتفاق مع وزارة العدل؟ اليوم التضامن الحكومي هو محل تساؤل، كيف يعقل أن وزارة العدل توقع اتفاقا مع النقابات الشريكة حول مضامين النظام الأساسي ثم نفاجأ بأن الحكومة في شخص رئيسها وفي شخص مدير الميزانية بأن هذا النظام الأساسي لا يمكن الموافقة عليه. اليوم نقول بأن معركتنا مستمرة ولا زالت مستمرة إلى حين تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لهيئة كتاب الضبط ولموظفي الإدارة القضائية. اليوم الحكومة هي المسؤولة عن هدر الزمن القضائي، الحكومة اليوم هي مسؤولة عن ضياع أي حق من حقوق المواطن. لماذا؟ لأننا وقعنا اتفاق مع وزارة العدل، الحكومة تتملص ونحن نمارس حقنا في الاحتجاج وحقنا في الإضراب. المطالب هي مطالب بسيطة جدا، وزارة العدل وقعت مع موظفي هيئة كتاب الضبط والإدارة القضائية نظام اتفاقا حول نظام أساسي متوافق بشأنه، إلا أن الحكومة اليوم تتملص من الموافقة على التحملات المالية لهذا النظام الأساسي. اليوم ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية والإضراب ديال 3 أيام المقبلين ردا على التلكع وعدم استجابة وزارة المالية للاتفاق المبرم ما بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية العدل، اللي هذا الاتفاق اللي مرت عليه تقريبا سنتين ونحن ننتظر الاستجابة ديال وزارة المالية، رغم أننا بدينا هذه الإضرابات بحمل الشارة إبداء حسن النية، أننا وقفنا الإضرابات واحد متشهرين تقريبا لوعود من طرف السيد وزير العدل، إلا أنه لحد الساعة لم تستجيب وزارة المالية لهذه المطالب البسيطة اللي كنجملوها في مجموعة ديال التعويضات جد بسيطة، منها الزيادة في الحساب الخاص، التعويض على المهام القضائية، التعويض على البدلة، التعويض على الشهر 13-14 كما يسمى، يعني هذه كلها مطالب بسيطة ما كتستحقش واحد الوعاء مالي كبير. كنتمنوا ان وزارة المالية تستجب وترفع هذا الاحتقان اللي كتعرفوا دابا المحاكم والتوقف ديال الجلسات اللي كاينة، وتحية لكم. كيف ما كتشوفوا معنا هذه الوقفة الاحتجاجية اللي تنظمت اليوم هي جات دعت لها النقابة الديمقراطية للعدل في إطار سلسلة الاحتجاجات اللي كانت كتخوضها كتاب الضبط ضمن الإضرابات اللي كانت اللي كيف ما شفتوا بطبيعة الحال، وهي باش جاءت لتكملة النضال ديالنا في إطار إخراج النظام الأساسي كتاب الضبط. حنا توصلنا لاتفاق مع وزارة العدل تقريبا مدة 3 سنوات وحنا في هذا النقاش، مع وزارة العدل وأخذ والرد، وخرجنا باتفاق مكتوب مع وزارة العدل والمسألة بقات مبلوكية على مستوى وزارة المالية. فحنا هنا كنطالبوا بإخراج هذا النظام الأساسي، لأن كاتب الضبط هنا أصبح يتحمل أعباء قانونية وإدارية وقضائية، فكيف يعقل أننا رغم كل هذه الأعباء وما كنقدروش أننا ناخذوا ولو أبسط الأشياء ولو غير دعم معنوي أو دعم مادي؟ والنظام الأساسي فيه واحد الدعم كبير للموظفين، وكيف ما كتعرفوا أن موظفي كتاب الضبط راه واحد الفئة كبيرة الوضع المادي ديالها اللي شوية صعيب، فخصنا نكونوا على غيغور نيفو الأعباء القانونية والقضائية والمهام اللي تعطاتني تكون بنيفو الدعم المعنوي والمادي اللي تعطانا. بالنسبة للمطالب هو إخراج النظام الأساسي. بطبيعة الحال النظام الأساسي راه كل شيء كيعرف أن كل وظيفة أو كل وزارة عندهم نظامهم الأساسي. حنا كنطالبوا بإخراج النظام الأساسي، التعديل ما طراش من 2011، يعني 2011 راه سنين هذه تغيرت بزاف الأمور، تغيرت بزاف الأوضاع، كيف يعقل أن النظام الأساسي لكتاب الضبط باقي ما تغيرش والقوانين تغيرت التنظيم القضائي تغير، القانون المسطرة الجنائية المسطرة المدنية حتى هما غاديين في الطريق باش يتغيروا، هاد التغييرات كلها وتغيير حتى المستوى المعيشي عندنا في الدولة، كيفاش هاد الشيء كله التغييرات تكون والنظام الأساسي بقى ديال 2011؟ ما يمكنش، خصو يكون أجور حتى هو مع التغييرات اللي كاينة. هذه الوقفة آتت اليوم في إطار المحطات النضالية التي سطرها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية لرفع الحيف عن الجمود الذي طال النظام الأساسي
من طرف الحكومة. نحن اليوم نطالب الحكومة بإخراج في أسرع وقت، لأن هذا يعتبر من هدر، ونحمل المسؤولية من هذا المنبر، لأن هذا يعتبر من هدر، يعني الزمان القضائي بالنسبة للمرتفقين للمحاكم. واليوم نطالبها مجددا بأن تجلس إلى طاولة الحوار للقيام يعني للخروج بصيغة توافقية تحفظ كرامة الموظف وترجع إليه كرامته كيف ما تنقولوا. وشكرا. هذا الوقفة درناها اليوم احتجاجا على المطالب ديالنا اللي مازال ما تم التفعيل ديالها من طرف وزارة المالية، حيث أن اتفاق ديجا تم مع وزارة العدل في ماي 2023، ولحد الآن من 2023 حتى لدابا ما كاين حتى شي تجاوب، ما كاين حتى شي رد إيجابي على المطالب المستحقة ديالنا. صحيح صحيح صحيح. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.